الالعاب، السلسله اللي اسمها الالعاب اللي السلسله الغريبه اللي لازم تمسك فيها بقى خازوقي، الخازوق بتاعي دوت، ونحط السوبر هيرو يموت بس كده. في اللعبة دي انا لعبت فيها كتير، فليفلي بقى 122، فلوسي بقت 4900 يعني حرفيا. لعبة قبل يعني اللي انا فاضي، مش فاضي انا الكلام ده. باشا ايوه، بصوا في هنا ممكن تحط حاجة على زي انترنت كسر، زي محاجب حل الالعاب الجزء التاني. طبعا انا جبت دي عشان الشات دي في الاول كنت عايز اغيرها، بعدين عجبتني هي، مش عارفه جوهره يعني ذهبيه يعني فيها تقريبا هي اجمد واحده دي. كل اللي عندك نفس الحاجه. بوبي بوبي لاج. طيب خير اللي انا ده خلص. يلا يا عنال يا ابن يا عم، ده انت عنا الابن. ايه كل ده يا نال؟ الله ايه تعملوا انا مال اللي كاسك السنة برضو؟ ما علينا، شو شكلها بتطلع حاجات كده؟ ده ارفع لصو بعض انت ليه التاكسو ده؟ بص بتنزل حاجات وفيها جوهرة كده في النص، وبيطلع ليزر يعني بيطلع كل حاجة، وندي الخازوق بتاعي للسمك عشان ياكله. يا باشا هو كل العالم لازم يكون فيها لك. ايه ده جمجمته هنا كده؟ هنا لقينا 5050. ليه هنغير الايد دي؟ شوف التانية ثواني. صار لي دي فيت هنا كتير، بس مش هجيب عشان خلاص كده معفن. ولا خد هنا، لا تيجي مني فين يلا يا خازوق يا معفن. وده حرامي ده ولا خازوق ولا ايه ده؟ حرامي ده ولا مين ده؟ حرق بس حرق يا معفن، سرقتني قبل كده 2.5 جنيه. مهزر سرقتني قبل كده 100 جنيه ولا ما علينا. كان عن ابو شكل الاعنال ده طبعا من قبل ما يجي، انا عرفته كان متعود على الاعنال والله. لو طولت كمان بره يبقى دماغ اللي صرع الاعنالات، يعني الدماغ اللي صرع الاعنال ده نضيف قوي. ايه ده الزهر ده كده؟ باشا ماشي بس خليها نفتح كل اللي هنا ندفع 1000. بيدفعش يا عم. ايه طب جبت ازاي؟ مش عارف. علينا تعالى لي يلا، ده انت ليك تاكسو ده، انا هفجرك النهارده يا حرام يا معفن. ايوه يا ساتر عضبه على الكل ده اتكسر 100 حته، مليون حته قصدي. بيع ايه؟ مية في حل، مية في وشي. يلا يا قاعد. دي بلوك مان عادي. ايه ده؟ بيقول لك اشحن خمسة جنيه لنا. لو سمحت لي انا تاني عشان اجيبها عشان والله انا عاوزها. وريها الواد دوت، اديله بوكس في وشي ولا تاكله الديناصور بتاعي؟ تاكله الديناصور بتاعي ولا دي الجنه ما كانش؟ ايوه كده خلص عليه بسم الله ما شاء الله بكله نزل. بس والله اللعبه دي مش يعني حلوه، بس مش حلوه في نفس الوقت. حلوه عشان تمسك الخازوق بتاعك وتوديه في 60 داهيه. ايه ده؟ ثواني بقى، عشان انا ما قربتش الطريقه دي كتير، يعني طريقه الحمام جربتها كتير. اما الورده تقريبا هي الطريقه اللي يعني بتعملها في الليفل الاول في اللعبه. يلا يا اعنال يا ابن ايه ده؟ ماشي.
بعدين نفسي اعرف مين اللي اختار، مين البيم اللي اخترع العنالات، مين البيم نانانا اللي اخترع العنالات. مش فاهم انا، هو كان عاوز يخرب خلاص. بس يا لعبة معفنة، يبقى علينا. انا كنت امسح اللعبة دي، قلت اكل فيها انا الكاب. يلا سوبر هيرو التابل من الخازوق بتاعي. ايوه كده، دوس عليه دوس عليه. بسم الله ما شاء الله، اللعبة بتهمني كتير. مات. لو اشوف رن ريموت كده بقى ميت. ما كلمك بشبيطار نجول تمت اونلاين تغير. هتلق ايفون بوماكس، هتلق ايفون بوماكس، هتلق ايفون بوماكس، هتلق ايفون بوماكس، هتلق عظمة، اطلق عظمة بوماكس. بس يا جماعة كنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتفرجتوا بيها. اشوفكم الحلقات الجاية ومع السلامة. حتى انا لسه مستغرب ازاي مساحة التليفون ما خلصتش. صور فيديوهين، يعني فيديو 15 دقيقة و 17 دقيقة، مش عارف ازاي مساحة التليفون ما خلصتش. ونشوفكم الحلقات الجاية ومع السلامة.